حقيقة التصريحات هي تتكرر بمعنى المضمون أن إسرائيل هي دائما مستعدة لجميع السيناريوهات، ليس فقط دفاعيا إنما أيضا هجوميا على جميع الجبهات. أيضا القبب الحديدية، سلاح الجو الإسرائيلي، هو بالأساس في حالة تأهب منذ أيام حقيقة بانتظار الرد الإيراني بأي لحظة. أيضا كما تحدثنا كان هناك العديد من المشاورات الأمنية في الأيام الأخيرة، كان يتواجد فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحديث عن السيناريوهات المتوقعة. كان هناك بعض التسريبات من أنه من الممكن أن يكون الرد الإيراني بإطلاق الصواريخ من الأراضي الإيرانية مع المسيرات أيضا، وتزامنا مع ذلك يكون هناك أيضا إطلاق للصواريخ من حزب الله من الجنوب اللبناني. هناك معضلة أساسية في إسرائيل وهي موضوع المسيرات. بطبيعة الحال القبة الحديدية وأيضا سلاح الجو مع الدفاع الجوي وأيضا منظوم الصواريخ السهم 3 والسهم 2، وهم مسؤولين أيضا عن إسقاط الصواريخ الباليستية وصواريخ طويلة المدى وأيضا متوسطة وقصيرة المدى. ولكن بسبب أن إيران تتعمد إرسال المسيرات بشكل سرب بمعنى أعداد كبيرة منها دفعة واحدة، هذا يشتت أيضا الدفاعات الجوية، ولأن بالأساس المسيرات تستطيع أن تحلق على مسافات جدا منخفضة، وهذا أيضا يصعب على الاستخبارات الإسرائيلية وأيضا الرادارات الإسرائيلية من إسقاط هذه المسيرات. لذلك الآن إسرائيل تحاول أن يكون هناك رد فعل إيجابي مثل ما حدث في أبريل الماضي، عندما كان هناك أيضا مساعدة من الولايات المتحدة ومن بعض الدول الصديقة لإسرائيل منها أيضا دول عربية، وهذا أيضا ما أشارت إليه صحيفة برنوت في أحد الصحف الرئيسية لديها، كانت بالبند العريض تتحدث أن إسرائيل ليست لوحدها، بمعنى أن يكون هناك يعني تعاون استخباراتي وتعاون من خلال الرادارات سواء في الدول العربية أو حتى من الولايات المتحدة وقواعدها العسكرية المنتشرة في الشرق الأوسط، حتى تستطيع أن تتعاون معا لإسقاط هذه المسيرات أو حتى أي تهديد على إسرائيل. في سياق ما تفضلتي وذكرته أيضا، لانا سرب طائرات F-22 تدخل الخدمة لأول مرة، تصل إلى المنطقة. أيضا The Times تحدثت عن أن السلطات البريطانية وضعت أكثر من 1000 جندي على أهبة الاستعداد لإجلاء الرعاية. يعني هناك الكثير من التحذيرات. هل يعني هناك برغم الاستعدادات الإسرائيلية والتجهيزات، هل هناك المزيد من التعزيزات لأي تحرك يمكن يعني قد يحصل في أي وقت؟ حقيقة يعني كما تحدثنا أن بالأساس إسرائيل في حالة تأهب، وهناك أيضا كما تحدثت أيضا أنت هناك يعني العديد من الدول سواء الولايات المتحدة، بريطانيا، وأيضا الدول الصديقة لإسرائيل حسب طبعا ادعاء إسرائيل بأنها جميعها تحاول أن تعمل لصد هذا الهجوم على جميع الجبهات سواء في المناطق الشمالية أو حتى الجنوبية أو حتى إلى العمق الإسرائيلي. لكن حتى الآن حقيقة إسرائيل بالأساس هي في حالة تأهب، فقط كانت قد ألغت جميع الإجازات للجنود الإسرائيليين في جميع الوحدات، وطلبت أن يكون الجميع في حالة تأهب وترقب استعدادا لأي رد من إيران أو حتى حزب الله أو حتى أي وكلائها في المنطقة. هل هناك أي معلومات اطلعت عليها لنا فيما يتعلق بحركة الطيران، لاسيما وأنها تعتبر مؤشر يعني لجهوزية والتأهب والوضع يعني المقلق في أيضا إسرائيل؟ بالفعل هناك عدد كبير من شركات الطيران الأجنبية من بينها بريطانية وأيضا أمريكية قامت بإلغاء الرحلات الجوية حتى 8 من الشهر الجاري، تحسبا من أن يكون هناك رد في هذه الأيام القريبة. أيضا القناة 12 العبرية بالأمس كانت تتحدث عن 100,000 إسرائيلي ما زالوا عالقين خارج البلاد بسبب إلغاء رحلات الطيران من إسرائيل وإلى إسرائيل، ولكن بالرغم من ذلك ما زال هناك عدد من الرحلات التي ما زالت قائمة حقيقة سواء من رحلات إسرائيلية أو حتى أي شركات طيران أجنبية.